شكرا وشكرا للسيد لهذه الاستضافه. قبل الاجابه على السؤال يعني اريد ان اقول التالي. انا لم افاجئ في مشروع القانون، واعتقد ان يعني المدقق بالطريقه التي تفكر فيها الطبقه السياسيه الحاكمه كسلوك يعني محافظ يجب ان لا يتوقع منها قانون مستقبلي منفتح يمكن ان يفتح افاق بلا حدود لعمليه سياسيه وبرلمانيه بالمدى يعني بما هو معروف يعني عالميا او ديمقراطيا. لذلك فنقاشنا يعني بعتقد مش لازم يكون مجرد يعني نحكي عن القانون الامثل واللي برسم صوره يعني ديمقراطيه جميله. الاصح ان نتحدث عن القانون يعني الملائم للاردن في هذه اللحظه السياسيه اللي بتعكس درجه نضج وتطور الحركه السياسيه والديمقراطيه وايضا المزاج الشعبي و ما احدثته رياح التغيير اللي هبت مع الربيع العربي على مزاج الناس على واقعها على الواقع اللي وصلت الى الدوله وحاجتها الى بناء سلطات ثلاثه مستقله تربطها علاقات واضحه محكومه بدستور مستفيد من التعديلات التي طرأت عليها. لذلك انا لا ارى يعني لا انظر الموضوع من زاويه ماذا اتى من الحكومه نقطه، انا ايضا انظر الى ماذا قدمت القوى السياسيه ايضا من افكار وبراء واقتراحات، وهل يمكن التلاقي في منتصف الطريق او في الربع الاول هنا وهناك. هنا الحقيقه الان يجب أن يركز النقاش في هذا الاتجاه، ليس يعني النجاء يعني تبادل التقريع المتبادل للأفكار. يعني أنا أستاذ بسام، يعني الحكومة قدمت ما لديها وانتهى الأمر وأجرت بعض الحوارات، الآن نقلت المشروع القانون إلى مجلس النواب. من الذي يمكن أن يقوم بجمع الأطراف على نقطة في منتصف الطريق؟ وهو السؤال، هل المجلس مؤهل حسب تقديرك للقيام بهذا الدور؟ شوف يعني السؤال اذا اخذته برلمانيا وسياسيا مش دقيق. ليش؟ اول شيء اذا انت او اي سياسي تعامل مع مؤسسه البرلمان باعتبارها مؤسسه مستقله وشورح من راسها غير دقيق. هذا ثانيا. اما اولا احنا لا تجري عندنا في الاردن ما في طفل علي هذا المصطلح نيم. احنا مش عندنا اللعبه البرلمانيه السياسيه الموجوده بالعالم، انه في اغلبيه برلمانيه تعطي الثقه للحكومه فبالتالي يصنع القرار مشترك بين البرلمان والحكومه. هذه مش عندنا احنا على غير العالم. الاغلبيه البرلمانيه تمنع الثقه بعدين بتدير ظهرها والحكومه بتدير ظهرها وكل واحد بيشتغل في العالم. لذلك لا تراهن كثيرا على ان هذا قرار حكومي، وانا قلت في اكثر من محفل ليس القرار التي يعني المشروع الذي ترسل الحكومه هو المشروع الذي بمعنى سيخرج من مجلس النواب، مش لأن مجلس النواب والله فيها التيارات السياسية اللي عارف كل واحد شو بده ولا ممكن يصير يحدث يعني توافقات أو على آخره، لأنه بصراحة مجلس النواب ساحة مشتبهة والرهان على أنه يكون له إرادة سياسية تشريعية واضحة يلم صفوفه ويفتح حوار مع القوى الأخرى
للوصول الى التوافقات هذا كذب كبير وواهب، وانا كتبت بذلك مش جديد. مجلس النواب بتركيبته الحاليه بطبيعه العلاقه بينه وبين السلطه التنفيذيه، اللجنه القانونيه اللي موجوده بمجلس النواب بتدير حوار مع مين؟ بتمثل مين؟ ما بتمثل مين؟ انا ما بتمثلني، وكتبتي مش مؤثره فيها، وما حد فوضها انها تدير حوار مع ايكو سياسي. لا مش فيها سياسه، لا لا سقطوها بالسلعه العربية. شايف؟ فالقصه مش القصه ديرك استاذ بسام، يعني في ظل هذه المعطيات حول المجلس